عليكم. الفهم يفهم والحمار يبات يخمم. قنوات العار يشجعوا غير على التخنت والرذيلة والانحطاط. العائلة الجزائرية ماشي هذاك الراجل اللي جابوه بشلاغم مع وليده وبنته وبنته تهضر مع صاحبها وهو يشوف. ماشي هذوك هما العائلة الجزائرية. أم حايبين يبينوا لكم باللي هذوك هما العائلة الجزائرية. حبوا يقووا الانحطاط والرذيلة في هذه البلاد. ماشي هذوك هما العائلة الجزائرية محافظة والمرأة الجزائرية فحلة محافظة تحشم وتقادر خوها وتقادر باباها ما تهضرش هكذاك قدامهم. والراجل ما يخليش اختو هكذاك تهضر في التلفزيون. والراجل في بلادنا ماشي راجل وردة شارلومانتي ماشي راجل هذاك. انتو ما تحبوا تبينوا الطحنة والرذيلة والانحطاط ديالكم تبينوه في التلفزيون. إلا ما جبتوناش واحد بشلاغمو يطحن فيه بنته قدام الناس تجيبونا وحدة سبت الشعب وتقولكم سمحونا. انتو ما أقسم بالله يا قنوات النفاق كلكم ربي احنا خاطينا وخاطيكم.